هناك مؤسسة تضمن أحدهم بضمان ليس فيه علاقة الصداقة ولا رفع الضيق عن الصديق، وإنما فيه عمل وتيسير لذلك العمل، وأن هذا الإنسان ليس مضمونا الضمان الكافي عند الطرف الآخر الدائن، ولذلك يحتاج إلى من يوسع به ذمته، فوسع ذمته بهذه المؤسسة التي لا علاقة للصداقة بها، لأنها ليست لها نفس ناطقة وليست لها عقل مفكر، بل لها لوائح ونظم. ولذلك عندما يأتيني الفقهاء القدماء ويتكلمون أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها لأنها من باب رفع الضيق عن الصديق، أصدقهم في ذلك ويستمر هذا الحكم كما هو، وكلما ضمن أحدهم أخاه فإنه يسير على تلك الأحكام القديمة التي رآها الفقهاء ورؤيتهم فيها حق. وأخذ الكفالة، أخذ الأجر على الكفالة أمر أجازه الجعفرية ولم يجزه الأئمة الأربعة، ولو سرنا بفكر الأئمة الأربعة لكان ذلك أيضا صحيحا، ولا مشاحة في أن نجعل هذه العلاقة من باب رفع الضيق عن الصديق وأنها شهامة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطالب أخاه بزيادة عن هذا المبلغ لأنه نوع من أنواع المديونية، ولأن الأجر حينئذ يضيع معنى الشهامة، ولأنه تكون فيه شبهة للمديونية مع الزيادة، وحينئذ فإن هذه الزيادة تكون شبهة للربا وحينئذ تكون محرمة. كلام كله متسق وسليم 100%، إلا أن المؤسسة ليست علاقتها هي علاقة الشهامة، إنما هي علاقة العمل، وعلاقتها ليست هي علاقة الصداقة، حتى يخشى على النفس قلة الشهامة والمروءة. وعندما تأخذ أجرا تأخذ أجرا محددا لا علاقة له بما إذا دفعت الدين عنه أو لم تدفعه عنه، إنما هي تأخذ أجرا مقطوعا لشهادة وتعهد تشهد به وتتعهد به أمام الآخر بأنها سوف تسدد إذا عجز الطرف المدين عن السداد. إذن لا شبهة الربا ولا شبهة الشهامة ورفع الضيق عن الصديق متوفرة في الشخصية الاعتبارية، إنما هي متوفرة في الشخصية الطبيعية. الشخص الطبيعي لا يجوز له مثلا أن يبيع وأن يشتري من نفسه، لأن هذا عبث لا فائدة فيه أن يكون هو البائع والمشتري وهو شخص واحد، السلعة كانت في ملكه فانتقلت إلى ملكه، فهذا يسمى عند العقلاء تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل لأنه لا فائدة فيه. ولكن لو أن مؤسسة كمؤسسة البنك لها فروع، وأن فرعا أراد أن يستدين من فرع آخر، هي مؤسسة واحدة لكن لها وجوه مختلفة، فيجوز لذلك الفرع أن يستدين من هذا الفرع الآخر، وبعد ذلك يسدد هذه المديونيات. وارتبطت هذه الأمور بسياسات ضريبية، بأرباح تكون محققة أو أرباح وهمية، وارتبطت هذه الأمور وأصبح لها معنى كنا لا نجده
في أن يستدين الإنسان من نفسه أو أن يبيع الإنسان لنفسه، ولكن وجدنا لها معنى عندما تعددت وجوه الشخصية الاعتبارية. والأمثلة كثيرة جدا تبين أن الأحكام الفقهية قد تختلف باختلاف الشخصية، قد لأن هناك مساحة مشتركة بين الشخصية الطبيعية والشخصية المعنوية، كل منهما له بداية وكل منهما له نهاية، وهما قابلان للتملك، وهما قابلان أيضا للحقوق والواجبات، ولكن تختلف هذه عن هذه بأن الشخصية الطبيعية لها نفس ناطقة ولها عقل مفكر، والشخصية الاعتبارية ليست كذلك. وتختلف أيضا بأن الشخصية الطبيعية لها وجه واحد والشخصية الاعتبارية ليست كذلك. فبقدر الاختلاف تختلف الأحكام، وبقدر الاتفاق تتفق الأحكام.